وللتعليق على هذا الموضوع المهم، المعتقلين السجناء في سجن التاجي وفي السجون العراقية بصفة عامة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. مرحبا بك معنا سيد علي. أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله بكم. بعد تأكيد وفاة الشاب ماهر الرماحي تحت التعذيب في السجن، كيف يمكن تفسير اللجوء إلى مثل هذه الانتهاكات الإنسانية في السجون والمعتقلات بالعراق؟ وفاة معتقل في سجن نجف، وقبل 3 أيام أبلغنا عن وفاة معتقل في محافظة ميسان قضاء الكحلاء أيضا، وعمليات القتل الممنهجة التي تتم في سجون التاجي وفي الموصل وغيرها تؤكد أن هذه الحكومة بكل مسمياتها لا تمثل أي مكون من مكونات الشعب العراقي، وظلمها وجورها يمتد إلى كل أبناء الشعب العراقي، وعلى الناس الذي كانوا مخدوعين بأن هذه الحكومة تمثل فلان طائفة أو فلان مسمى أو فلان مكون، عليهم أن يعيدوا حساباتهم. ما يجري في العراق الآن ضد المعتقلين بشكل عام وخاصة في سجون التاجي وأبو غريب والناصرية والموصل وسجن مطار المثنى، والقائمة تطول بأسماء المعتقلات، نعم، نوع من أنواع إرهاب الدولة، إرهاب الحكومة، إرهاب حكومي منظم ضد هؤلاء المعتقلين العزل. أسوأ ما يجري في العراق الآن في السجون أن في كل معتقلات العالم يستطيع أي معتقلين أن يحتجون ضد الطعام أو ضد المعاملة السيئة أو ضد التعذيب، إلا في العراق قبل 4 أيام تمت عملية احتجاج بسيطة جدا في سجن التاجي ضد المعاملة اللا إنسانية التي يتلقونها المعتقلين، جوبهت بعمليات إجرامية وصلت إلى حد حشر أكثر من 15 إلى 12 معتقل في الزنزانة التي مساحتها متر مربع. هذه العملية بهذه الطريقة يعني معاقبة أستاذ المعتقلين. علي، البعض يعتقد أن ما جرى من حالة وفاة في السجن هو أمر طبيعي يجري في سجون أخرى حتى في أوروبا وفي أمريكا، هل تتفق مع هذا الرأي، أم أن الأوضاع المأساوية التي يعيشها السجناء داخل هذه المعتقلات هو السبب في ذلك، وأن هذه المعتقلات هي يعني بأوضاع خاصة ربما غير متوفرة في أي بقعة من العالم؟ يا سيدي، ما يجري في السجون العراقية لا يمت بصلة لكل سجون العالم. نحن في العراق يعني الآن المعتقل يموت نتيجة نقص الدواء، نقص الغذاء، نقص الهواء، حتى الهواء يعني عملية التهوية في السجون المكتظة أمر ضروري جدا، والاختناق يؤدي إلى وفاة. مقارنة ما يجري في العراق بدول أخرى أمر يعني هذا لا يلجأ إلا الناس اللي يطلعون أحيانا يتحدثون على الفضائيات ويتحدثون عن عراق من كوكب آخر. الأمر المخزي والمؤسف أن ما تسمى بالرئاسات الثلاثة سواء البرلمان أو رئاسة الوزراء أو ما تسمى برئاسة الجمهورية منذ أكثر من 10 أعوام لم نسمع منهم كلمة واحدة عن المعتقلين في سجون الحكومة ما تسمى الحكومة العراقية. يعني هذا أمر مثير. أما مسألة منع يعني حين تمنع إدارة إحدى السجون مثلا ما جرى في سجن التاجي حين منعوا هيئة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي من زيارة السجن، لماذا الاستغراب؟ هذه السجون تديرها ميليشيات، لكل ميليشيا مستولية على سجن وتعتبر مصدر من مصادر تمويلها المالي من خلال ابتزاز المعتقلين وذويهم. هل تعلم أخي الكريم أن في سجن التاجي الصمونة يصل سعرها إلى 3000 دينار، 3000 دينار، ويجبرون أهالي المعتقلين أن يجلبون أموال لأبنائهم لكي يبتزونهم؟ طيب، هذا يدفعني للسؤال التالي، ما مدى التزام هذه السجون بالمواثيق الدولية بالقوانين الإنسانية المتعارف عليها والتي تلتزم بها معظم سجون العالم؟
لا تلتزم تلك السجون بأبسط القوانين، وليس لديهم حتى معرفة في تلك القوانين، لأنه من يدير تلك السجون ميليشيات طائفية إجرامية ليس لها يعني لا تقرأ ولا لا تقرأ القوانين ولا الشرع الدولية. هذا أمر خطير جدا. هذه السجون تدار من عصابات وميليشيات تعتبر تلك السجون مصدر تمويل لها، وبنفس الوقت تقوم بعملية قتل وإهانة وإذلال وممارسات طائفية وممارسات طالما أن الأمر كذلك الإنسانية. طالما أن الأمر كذلك سيد علي، ألا تقع تحت طائلة المسؤولية هذه السجون، تحت طائلة المسؤولية أمام مؤسسات حقوق الإنسان الدولية؟ مؤسسات حقوق الإنسان الدولية سواء الهيومن رايتس ووتش أو الأمنستي أو كل المنظمات الدولية أجمعت على أن ما يجري في السجون العراقية خارج نطاق المواثيق والقوانين والشرع الدولية. الأمر الآن يتطلب من خلال الحملات اللي نقودها والتواصل مع المنظمات الدولية، نحن نطالب بتعيين مقرر خاص من الأمم المتحدة اللي مختص بقضايا المعتقلين والتغييب القسري للتحقيق فيما يجري في سجون العراق. كشف أحد النواب عن تقسيم طائفي وإهمال طبي في السجون، ما مدى صحة هذا الأمر وماذا يعكس برأيكم؟ هذا يعكس حقيقة أن هذه الحكومة حكومة طائفية تعتمد الأسلوب الطائفي للإيقاع بين حتى المعتقلين. هذا الأمر يعني نحن رصدناه ولدينا تقارير موثقة في هذا الأمر. هناك قادة ميليشيات ومجرمين وقتلة مطلوبين للعدالة، حتى منهم مطلوبين للعدالة الدولية، يتخذون من هذه السجون أماكن ملاذات آمنة لهم ويمارسون بشكل يومي ضد المعتقلين أعمال بلطجة وقتل وتعذيب وهم في الأساس معتقلين. مسألة التفرقة الطائفية هذا هو ديدن ما تسمى بالحكومة العراقية منذ أتت في 2003 إلى اليوم، تحاول أن تمزق وحدة العراقيين حتى داخل السجون. وصلت الفكرة، شكرا لك سيد علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق.